بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا مسجد عائشة أم المؤمنين الميقات، وهي العمرة للمرحوم محمد خليفة بكر ابن حليمة رحمه الله ونسه الله عوضه الله الجنة. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم، اللهم رد ترابه يا سميع، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك وقد حبسني حابس فحل حلي حيث حبسني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.